على ألحان وداعية ليجا وداع، مدرب الأبكار بيحسم الدوري بنسبة كبيرة لريال مدريد وبيتعادل مع أتلتيكو مدريد في الكامب نو بأداء عقيم وتشكيلة أعقم وعجيبة وأداء في الملعب غريب وتبديلات أعجب و90 دقيقة أجمل ما فيها هدف ال700 لميسي والبانينكا. سيميوني قدر يلعبها صح والناحية التانية كيك 60 مدرب الأبكار ما جاش من الأساس، وده عندنا ليه وقفة كبيرة في حلقة النهاردة. فبنخش في الحلقة، انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وكمان فعل الجرس عشان تيجي الحلقات أول بأول، وكمان عشان عندنا حلقات جاية كتيرة جدا وحلقات مميزة جدا جدا جدا، وكمان النهارده حلقه مميزه عن برشلونه وعن كيكي سيتيان. فتاكد انت عملت لايك للحلقه عشان تروح لاكبر عدد من الاشخاص، ويلا بينا نخش نتكلم على طول في حلقه برشلونه واتلتيكو مدريد. كيكي سيتيان دخل في ماتش النهارده قال لك بس بقى انا هلعب لسيميوني اللعبه بتاعته. سيميوني معروف اللي هو يبدا بال 4 4 2، قال له خلاص يا معلم انا هبدا كمان بال 4 4 2، وبدا بال 4 4 2 بتير شتينج الانجلي بيكي البا سميدو رباع في نص الملعب، بيلعب بفيدال وبوسكيتس وراكيتيتش وبيلعب ببوج قدام ميسي وسواريز. ماشي تشكيله انت بتغير بقى بالتكتيك، انت خلاص بقى ابتدت انت بقى تتكتك 4 4 2 تمام يا معلم 4 4 2 مقاومه ال 4 4 2 بتاعتك هل تؤهلك اللي انت تلعبها؟ لا. طب خلاص 4 4 2 وحاول التشكيله من الناحيه الهجوميه ل 3 5 2، هرجع راكيتيتش في قلب الانجليزي وبيكيه يبقوا ثلاثي ورا، وهطير بكات البا وسميدو يبقوا مع فيدال وبوج وبوسكيتس وحاول ل 3 5 2. طب ماشي عندك باكات سوبر ليه تروح لك ب 3 5 2 وتدفع لك عرضيات، او تروح لك ب 3 5 2 وتفيدك في الناحيه الهجوميه؟ لا. جوردي البا مستواه تحت الصفر وتحت الارض، سميدو من اول ما جه برشلونه هو ده مستواه، هو ده المستوى اللي احنا عارفينه، فانت ما عندكش باكات تدي لك ايحاء انك تلعب 3 5 2. طب ماشي يا معلم، اول 10 دقايق في المباراه دييجو كوستا بيشيل كرة مع الخط بيجيب جون في نفسه 1-0 برشلونه، بعد كده تيجي ضربه جزاء دييجو كوستا بيضيعها، بعد كده الفار بيعيدها سؤال بيخش يجيب جون التعادل، كل ده في اول ربع ساعه. اول ربع ساعه 1-1 اتلتيكو مدريد 1 برشلونه 1. ماشي يا معلم 1-1، هل عندك حلول؟ حلول برشلونه مش واضحه، مش واضحه. ميسي بيلعب لوحده، اللاعب اللي ممكن بيحرك معاه اللعب شويه ريكي بوج. نص ملعب برشلونه في ظل وعايز لعيبه شباب، راح بارتوميو باع لك ارثر ميلو وجاب لك بيانيتش. اللاعب اللي عنده 31 سنه تقريبا او 33 سنه، عشان يخلي معدل نص ملعب برشلونه لوحده 31 سنه 32 سنه. حكم الراي لو عمل سبرنت هيساب لعيبه برشلونه. اي برشلونه اي لاعب في الليجا واي لاعب في العالم عنده ب 2 جنيه سرعه بيقدر يعدي نص ملعبه، بيقدر يواجه مدافعين برشلونه على طول. طب يا معلم اعمل اي حلول. خلاص جبت كيك ستين، كيك ستين المدرب اللي كان بيدرب ريال بيتيس اكبر حاجه عملها، كان بيدرب ريال بيتيس وقبل كده بيدرب لاس بالماس، واكبر حاجه عملها مع ريال بيتيس خد في موسم المركز السادس، خد في الموسم الثاني المركز العاشر وما كملش عقده ومشوه. راح قعد في المزرعه بتاعته والابقار، بيقول لك انا كنت قاعد مع ابقاري في مزرعتي لقيتهم بيقولوا لي تعالى درب برشلونه. مدرب كان بيفاوضه بيراميدز. مدرب كان بيفاوضه فريق في الدوري المصري. راح تجيب ويدرب فريق بحجم برشلونه. فين العقل؟ فين المنطق؟ طب ماشي 1-1 الشوط الاول وبرشلونه كل خطورته جايه من ميسي وميسي وفيدال. ميسي وفيدال. ميسي ما عندوش حلول، الحلول اللي بيلاقيها فيدال ونوعا ما ريكي بوج اللاعب اللي عنده نوعا ما كوره. الناحيه الثانيه اتلتيكو مدريد كراسكو بياخد الكوره، اي كوره بيروح عليها على مدافعين برشلونه بتبقى خطيره. كراسكو بيلعب في ظهر سميدو، اول كوره راح بيها فيدال هوب ضربه جزاء لاتلتيكو مدريد على طول. الشوط الاول خلص 1-1. طب يا معلم ماشي الشوط الثاني ان شاء الله هنلاقي حلول لبرشلونه، وان شاء الله باذن الله ليك كيك ستين يركز وينزل تبديلات من على الدكه على طول في الشوط الثاني ويجيب اجوان ويكسب الماتش ويخرج كسبان من ماتش اتلتيكو مدريد. تمام دخلنا الشوط الثاني ضربه جزاء لبرشلونه، خش ميسي يبقى نينك جميله 2-1. حلو قوي حلو قوي 2-1 بقى. يلا يا معلم بقى لا اما تدافع وتحافظ على ال 2-1 بتاعتك، يا اما تنزل حلول تجيب الجول الثالث وتخلص الماتش. لكن كريستيان ولا دافع ولا هاجم ولا حلول على الدكه ولا حلول في الملعب ولا اي حاجه. كراسكو بيروح تاني بيجيب ضربه جزاء، ضربه جزاء لو اتحسبت يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت على كراسكو بتاع برشلونه يقول لك ايه الليجا مجهزه لريال مدريد، لو ما اتحسبتش جماهير ريال مدريد يقول لك بص الحكام عايز ترجع برشلونه في المنافسه، لكن هي كوره ضربه جزاء واضحه مفيش اي نقاش.
سميدو كعبل كراسكو بركبته في رجليه. اي نعم هي مش مقصوده بس واضحه لا ضربه جزاء اتحسب ضربه جزاء سؤال بيخش يجيب التعادل. جيب التعادل ماشي يا معلم. بعد التعادل المفروض انت بعد التعادل على طول تسحب على طول تنزل جريزمان على طول تنزل انسو فاتي على طول على طول على طول عشان تلاقي حلول. لكن انت بعد الجول التعادل حتى للدقيقه 53 ويوم ما نزلت خرجت راكيتيتش ونزلت سيرجيو روبرتو وجات نزل لي انسو فاتي في الدقيقه 85 اللي انت فين يا معلم الفكر؟ يعني انت فين؟ انت فين الفكر بجد؟ شايف الملعب مفيش اي حلول. ميسي ممسوك وكل ما ياخد كوره بتقطع عليه بلاعب واثنين واللاعب اللي بيعمل لك حلول هجوميه هو فيدال. انت فين يا معلم؟ انت فين بجد؟ مستفز كيكي ستين بجد مستفز. ميسي ما عندوش حلول. نزل لاعب يبقى عنده حل، نزل لاعب الناحيه الثانيه انسو فاتي يبقى عنده حل. لكن ارثورو ارثور فيدال هو اللي يبقى عندك بيدي الحلول الهجوميه. طب ايه؟ طيب ايه ازاي من ساعه ما كيكي ستين جه ميسي يبقاش عنده حلول؟ لعيبه نص الملعب اللي يبقى عندها حلول سواء فيدال سواء راكيتيتش دي يبقى عندها حلول. ما بلاقيش حد في الخط الهجومي عنده حل. طب يا معلم اي حل منك انت؟ انت كمدرب بقى، انت كمدرب لازم تعمل اي حل. انت لعيبتك مش لاقي حلول اعمل اي حل. يعني اعمل انت اي حل سواء من على الدكه او بتغير تشكيله في الملعب. انا مش بنلاقي الكلام ده. سيميوني عرف يلعبها، عرف يضيق مساحاته، عرف يقفل ضد برشلونه، عرف يضيق المساحات، عرف يضربك بالهجمات المرتده. روحك بدين مرتده هجمه جاب ضربه جزاء جاب جون التعادل، هجمه جاب ضربه جزاء جاب جون التعادل التاني. لا ده كمان ايه في اخر الماتش عنده ثقه ان هو يفتح ملعبه ويفتح خطوطه قدام برشلونه اللي عارف لعبه بضربه بهجمه مرتده جاب فيه الجون التالت وخلص الماتش. لا هو فتح خطوطه وبيهاجمك وبيضغطك وعنده ثقه ان هو ممكن يجيب جون وينهي الماتش. عشان عارف ان برشلونه مش هيعرف يجيب جون الفوز. عشان عارف ان برشلونه ما عندوش حلول. عارف ان نص ملعب برشلونه بطيء فانا اي لعيب سريع هيقدر يعدي منه. اي ضغط على نص ملعب برشلونه هيقدر يقطع منه الكوره. سواء بارتي سواء يورينتي اي حد نص ملعب يعني اتلتيكو مدريد بيضغط على نص ملعب برشلونه بيقطع منه الكوره. على طول بيقطع منه الكوره. فانت ايه بقى؟ جت نزلها انسو فاتي في الدقيقه 85 85 يا مفتري. هينزل يعمل ايه انسو فاتي في الدقيقه 85؟ قول لي هينزل يعمل ايه في الدقيقه 85؟ جاي تحول لي تشكيله من 4 4 2 ل 3 ل 4 3 3 في الدقيقه 85. هيعملوا ايه بقى؟ في ظل خلاص انا اتلتيكو مدريد انا هدافع انا اخرج من النقطه. انا عايز اضمن المركز الثالث، عايز العب الشامبيونز ليج السنه الجايه. طب فين يا معلم؟ خلاص بنسبه كبيره الليجا راحت، بنسبه كبيره الليجا راحت لريال مدريد. ريال مدريد لو كسب ختافي الماتش الجاي خلاص انتهت الليجا. انتهت الليجا. لو كسب ختافي الماتش الجاي يبقى فرق 4 نقط على برشلونه، عشان عنده ماتش جاي في ريال بره ملعبه. فانت يا معلم بنسبه كبيره ممكن تخرج من ماتش في ريال فاقد نقط سواء بالخساره او بالتعادل. ريال مدريد عنده ماتشين انت كان عندك امل ان هو يقع فيهم سواء ماتش ختافي او ماتش اتلتيك بالباب. ماتش ختافي لو وقع فيه ريال مدريد وبرشلونه قدر يكسب في ريال هترجع منافسه من تاني. بس ده مش ياكد ان برشلونه ممكن ياخد الليجا. لو برشلونه جه في اخر الموسم وخد الليجا يبقى ده حرام يعني، لان زيدان هو الافضل هو اللي عارف يلعبها. كيكستين الفقير جدا 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 مش عارف يلعبها، مش عارف يلعب المنافسه، مش عارف يصارع على الدوري. موسم قد يخرج فيه برشلونه موسم صفر، قد يخرج فيه برشلونه موسم صفر. فريق برشلونه او جمهور برشلونه مش عارف يلوم مين، اداره ولا مدرب ولا لعيبه، ويمكن بيلوم الثلاثه. اللعيبه مش عاجبها المدرب، الاداره يعني اللعيبه مش عاجبها المدرب، والمدرب مش عاجبه الاداره، والجمهور مش عاجبه الثلاثه. فانت عندك مشاكل، اللعيبه مع المدرب عندها مشاكل، عندك لعيبه مع الاداره عندها مشاكل، ولعيبه وجمهور عنده مشاكل مع الثلاثه بقى. فانت لازم 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 التغيير، لازم التغيير. سمعت اخبار ان لو موسم صفر طلع لبرشلونه السنه دي الانتخابات هتقدم، برتوميو بنسبه كبيره ممكن يمشي. انت خلاص برشلونه بنسبه كبيره هيخرج موسم صفر السنه دي، انت ممكن بنسبه كبيره كمان تخرج من نابولي في الدور الجاي في الشامبيونز ليج. نابولي تعادلت تقريبا او خسرت هناك في ايطاليا، عندك ماتشز العوده ممكن تخرج بسهوله لان نابولي بيلعب دلوقتي الكوره نوعا ما كويسه مع يوفنتوس. برشلونة سيء، برشلونة مقلق، برشلونة لازم 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 التغيير. وجب التغيير لبرشلونة.
اداء سيء، تشكيله عجيبه، تغييرات اعجب، افضل ما في برشلونه هو ميسي. وزي ما علي محمد علي قال في التعليق، لازم اداره برشلونه تفكر في الثوره اللي ما بعد ميسي. ميسي مش هيفضل لك طول عمره، ميسي اخره معاك 3 4 سنين. لازم تبني، والبناء ده هيجي من اول الاداره لحد اصغر لاعب في الملعب. اداره تتغير، مدرب تيجي مدرب محترم يبقى عنده بروجكت، تبني الفريق. لكن تبني لي فريق بلعيبه معدل اعمار 31 سنه، فاكس يا معلم، فاكس. ده رايي في ماتش برشلونه اتلتيكو مدريد. يعني مفيش كلام كتير يتقال لبرشلونه، نفس الاداء بتاع ماتش اشبيليا، نفس اداء ماتش سيلتا فيجو، نفس اداء ماتش اتلتيكو مدريد، نفس الاداء. ثلاث تعادلات خلصوا الدوري، تعادل اشبيليا، تعادل سيلتا فيجو، تعادل اتلتيكو مدريد، قدروا ينهوا الدوري. بالنسبة كبيرة الدوري راح من برشلونة، إلا إذا بقى ريال مدريد عنده رأي تاني، إلا إذا ريال مدريد عايز يرجع منافسة من تاني، دي خلاف دلوقتي بيبقى. لكن أنا كمصطفى خلاص بقول لكم دلوقتي بنسبة تقارب ال 95% 96% الليجا لريال مدريد السنة دي. الكلام في الآخر ده كان رأينا في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة، ورأي شخص واحد. قول لي رأيك أنت في الكومنتس في ماتش ريال مدريد أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وقول لي توقعك كمان، هل المنافسة ممكن ترجع من تاني وريال مدريد يوقع نقط، ولا خلاص ريال مدريد بنسبة كبيرة جدا حسن الليجا؟ قول لي توقعك في الكومنتس. ولو حاجة بس اشتم اللايك واعمل سبسكرايب في القناة واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات أول بأول، وتابعونا على السوشيال ميديا اللي في الديسكربشن تحت، وامشي على الفيسبوك، ريتويت على تويتر، كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقة الجاية، سلام.